السلام عليكم. اهلا لاباس. اهلا الحاج بارودي، السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ يا خويا لاباس. لاباس. ها جينا نصوروا الحديقه اللي راكم تهلي فيها. مرحبا مرحبا. نقدم لك عندنا الولدين. عاصم سنه وبن عيسى ولدي 13 سنه. الله يبارك. والصديق تاعهم الياس. الله يبارك. عاصم سنه هما دائما هذا المكان تاعهم يشيخوا، وانا نخدم في هذه الساحه الخضراء. واتمنى للاجيال الصاعده. ورا غادي دوك الحديقه تخدم؟ انا ماشي نخدم ونساني بلا ثقه ونساني يكون مشروع. انا كنتني رياضه ونساني عرق في جانب القوه تاع البدنيه. شكرا شكرا. علاش نجيو نصوروا؟ لا لا ما بكل صوره. هذه تشجعونا، هذه التصاوير هذه تشجعونا على كل حال. وحنا كيشوفكم نفرحوا خاطر تعطونا امل، تعطونا ذاك والبلاد لازم نتعاونوا. كل واحد كما هنا مثال هذه الساحه اسمها 436. شكرا شكرا. مع احترامتي لك، انت راك متقاعد؟ انا نسمى قول متقاعد. متقاعد. واه متقاعد. انت ماشي ولد المجاهد الجندي الله يرحمه؟ الله يرحمه. انا ولد الجندي يقول لا. الله يرحمه مسكين. الله يرحمه ويوسع عليه. ويوسع عليه. شكرا بارك الله فيك سي بارودي. شكرا، تبقى على خير. يوميا راك عارف انا انسان متقاعد. اليوم نجيب الوقت هنايا معايا هذاك شوالي. الله يبارك. هذا يجيب لي قهوه، هذا يجيب لي ماء. بارك الله فيك. وهذا الاشجار وهذو كاع كلشي انت درتهم؟ هذو كلشي بالمال الشخصي تاعي. بالمال الشخصي. واه ايوا راني في سبيل الله. شرفي هذه انا راه تكون واحد 300 متر هكا في ليش. الله اعلم ستكون هكذاك. تكون هكذاك عاد 2500 ولا. الله يبارك. حاج بارودي الله يعاونك. حمد خويا كي راكم؟ غاي لاباس. غاي لاباس. الله يحفظك. لاباس. غاية. الحمد لله. اخويا فهمنا، هذه الارض تاعك ولا تاع البايلك؟ هذه تاع الدولة. هذه ساحة، هذه تعتبر ساحة. واه ساحة خضراء تاع الدولة هذه. وهاد الأشجار وهذا كلش غرستهم أنت؟ كلش غرسته أنايا. أنا عطوني غير تسريح. واه. إيوا قالوا لي غرس وتهلا. إيوا الإنسان راك عارف البلاد فيها منظر جميل ورائحة طاهرة. في المسك وما تدير واحد الزريعه للطيور. هاد الزريعه هذه كي تطيح ما تمشيش هبه منطوره. هذه تمشي ياكلوها الطيور خاطر الطيور راك عارف الخريف شويه الاكل ينقص. ايوا ياكلوها الطيور. وهذا ريحته كاين المسك. هذه الزهره هذه، هذه من الزهور كاع تنط القارب يبقى هذا ريحته. البلدي ريحته طائره، يديروه مع الاكل السمك، يديروه مع في الاكل كما في اسبانيا وايطاليا. وحنا عندنا ثاني هنا في بلديه الملح. وهادو هادو انت كاع جبتهم هنا وغرستهم؟ هذا كل شويه جبتهم انا ما ديك خاص. فوالا مع لي انا الحقيقه. الناس تقول لي انت عندك يدك مليحه اللي تغرسها طنوب. كاع الزوارين غرس لهم في بيوتهم. فوالا مباشره تسمى بلانت سوفاج. واه فوالا هذه هي. وهذا تشوف الطيور دي فيها الاعشاش مدلة على العام في الخريف وفي الربيع وفي الصيف. هذه عندها 10 سنين. 10 سنين ملي غرستها؟ هذه عندها 10 سنوات. ايه الله يبارك. هذا غرستهم في هذاك اولادي كنت فرحان. كانت عندي في الاستاذ وزاد عندي عثمان. واه 10 ما عندهم من عام درك؟ درك عندهم 13 عام. ايه راه 13 عام. واه وهذيك عندها 12 عام. يومين يزيد عندي الولد نفرح بالفرحه ما نعباش بروحي حتى نبقى نغرس
الانرجي تاعو يمشي في غرس الطبيعه. شوف في الميدان وعلى العام اخضر ومنظر تاع جميل، ولو ليس له زهور الا قليل يكون منه التمثال كيما نقولوا الببوش. واه ما شاء الله، ان شاء الله الا ربي يكتب باذن الله من البلديه ولا من رجال المحسنين يدينا شباك وكراسي، لان الاطفال يلعبوا هنايا باش الكره القدم تاعهم تخش للطريق، وما نطيسين نبقى مجمع الذي يلعبوا قدامه يكون مطمئن البال، ولا بنا مسقه وخلى حاجه ما تنسقوها لهش الفأس كالبالا تكون حاجه. شبارو دي بارك الله فيك، اش تقول لهذو الجيران يعني باش يعاونوك ولا ما؟ هذو الجيران تبارك الله فيهم بالحقيقه يكمل تدي الله يعاونك، وكراك البارو دي زدت فيا هذاك، ما هما الناس ملاح وهنا بارك جوانين كل واحد ما اتي من ولايه